اليوم حاضرين مع منظمة كمنظمة موازية للحزب، وجات تعزز الحزب بالأطر اللي هما واحد المحامين اللي جمعناهم في هذا اللقاء، اللي جينا اليوم باش نسمعوا واحد تقييم وعلى المشاكل اللي راهت اليوم تعيشها العدالة وخاصة المحامي. شكرا. تنظم منظمة المحامين التجمعيين ندوة حول النموذج التنموي الجديد، آلية التفعيل والاحتضان، واللي كتخص دراسة مجموعة من النماذج التنموية الدولية ومقارنتها مع المغرب، والاختيار في النموذج الأصلح اللي يواكب تطلعات الشعب المغربي، ولأن مجموعة من التطورات الآن كتعرف الساحة الدولية، مجموعة من الشراكات، مجموعة من يعني الاستراتيجيات الاقتصادية اللي كتغير، وخاص مكانة المغرب في هذا المجال تعزز، وخاص تكون عندنا استراتيجية بعيدة المدى باش نواكبوا هاد التطورات وهاد التغييرات وهاد الموجات اللي كتعرفها كل البلدان العربية ولا البلدان بصفة عامة، باش المواطن المغربي حتى هو يختار ويكون عنده يعني نموذج كيوافق يعني الأصالة ديال المغرب والمعاصرة أو يعني التحديات الجديدة اللي كيعرفها الساحة الدولية. ولكن كيفاش كنتصوروا حنا واحد الحزب جاب 20% وتابعينه أحزاب كلها قريبة لي، شي جايب 19 شي جايب 18 شي جايب 17%، ونقولوا له أنت اللي تشكل الحكومة وغنجيبوا هذا الحزب هذا نقولوا له دير التحالف ديالك، واش حنا نديروا له التحالف بزز إلا كان هذا الحزب البرنامج ديالو بعيد علينا، أفكار ديالو بعيدة علينا، طريقة ديال التعامل ديالو بعيدة علينا، كيفاش غنتحالفوا معاه؟ ما يمكنش حنا نتحالفوا دائما باش يعني باش نفكوا الموقف او لا باش نخرجوا من الازمه، ما نبقاوش نسايروا باش نعالجوا الازمات، ما يمكنش، يمكن مره واحده مره جوج، ولكن باش نبقاو دائما كنسايروا باش نحلوا الازمات فهذا ماشي معقول. انا اللي كنشوفه في الديمقراطيات كلها اللي كاين في العالم، ما كاينش حزب اللي جا الاول يدير الحكومه، ما كايناش، لان هو دابا غدا جبنا حزب الاول قلنا له شكل الحكومه ما تحالف مع حد، نمشيو نعاودوا الانتخابات. منين نعاودوا انتخابات؟ يجي هو الاول عاود نعاودوا انتخابات، اذا احنا دخلنا في ازمه. انا كنشوف بان جاء الوقت باش يتغير ذاك الفصل، وتعطى فرصه انه الحزب الاول الا ما قدرش يشكل الحكومه يجي الحزب الثاني. هاد الندوه اللي غيديروا يمكن غتبان بزاف الامور، يمكن غتبان بزاف الامور. انا النقطه اللي تارتني بزاف هي هاد النقطه اللي تارت لكم، وشكرا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.